الله بركاته، بخصوص الصلامة بعد ما تخلصوا من الأكل الهمبة، زخوا الصلامة هذه وتقشروها، تطلعوا اللب اللي داخل بالطريقة هذه، بالطريقة هذه شوي شوي، عندي راحوا اللب اللي داخل، طريقة بسيطة بسيطة ما يبغى أي شيء. بعد ما تخلصوا تبطلوا اللبة من داخل بالطريقة هاي. طلعنا السلامة من داخل ونبدأ نقشر الورق اللي عليها أساس أن تريحها في الانبات وسريعة تكون في الانبات بالطريقة هذه. الحين نحطها بالطريقة هذه ونبدأ نلفها بكنكسة. بعد ما نلفها بكنكسة نخلي الماي كوب متروس في ماي ونخليها لمدة 5 أيام. بعد 5 أيام يطلع عندنا بالطريقة هذه، شفته يبدا يفتح شويه، هذا عمره 5 أيام. الثانيه عمرها تقريبا 10 أيام، بعد 10 أيام تبدا تفتح وتطلع وتنمو. نفس الشيء هذه وياها نفس العمر بالطريقه هذه، شوف بكواب بعد اللي ما زرعتهن. الرد هذه ما شاء الله كملت تقريبا 2 أسبوع بالطريقه هذه، كلينكستا ومايها داخله، بس المفروض الماء اللي داخل تبدله يوميا لانه يكون في بكتيريا وفي جراثيم، لازم يتصفى اول باول. وهذه ما شاء الله عمرها تقريبا 2 أسبوع حينه، بخليها لمده شهر وبعدين ببدا انقلها في صندوق بالدي صغير مع رمل وبخليها لمكان بارد لين فصل الشتاء، فصل الشتاء بطلعها برا البيت. وجزاكم الله خير، واخوكم احمد بن مرشد الكعبي.